السلام عليكم. فالعيال انت لسه تتابع نعمة؟ الخيرة. لا يا شيخ. الخيرة. وين العيال؟ العيال مسافرين ما كانوا شمال. اسألك بالله. والله مسافرين جيزان. كيف جيزان؟ كيف جيزان؟ يا اسامة من المسلسل الحلقة الأخيرة خلك قطتين. مات هذا. والله مسخة الخاتم والله. يا اسامة. ايش مسوي فوجاك؟ يا اخي تطفشني تطفش تامر يا اخي. فين راحوا راحوا؟ راحوا جيزان والله يا ما قل لي ولا اعطاني خبر فجأة كذا؟ كيف ما اعطوك خبر؟ ليش طفي طيب؟ يا اخرك قصير وانت جالس هنا لحالك؟ ايوه استكن في بيت حالي استكن حط ماسك ماسك زيت اعلانات كلها بوجهي اعلانات ثامر كلها عندي والله بجيزان يا زلمة انت قال كيف كذا يروح ما يديني خبر؟ والله راح جيزان يوم مش العسل يا هلا والله انت كيف تسافر وما تديني خبر انك مسافر؟ انت كيف كذا الشقه وما انت معاه مفتاح يا ثامر انا معي مفتاح ثامر انت عملت على البيت وهو طلع عنده مفتاح انا ما يدخل امنت على البيت امنت على البيت 20000 مره اتكلمنا من ورا اسامه انه مغير انا منت على البيت طب ادري كيف خش معاه مفتاح معاه 100 مفتاح ده بديك معاه مفتاح الحين تقول لي انت كيف تسافر بدون ما تديني خبر؟ اسامه انا وقت البيت حبيبي حبوب حبيبي ايش الفل والحركات هذه يا رب ايامكم كلها فل يا رب يا حبايبي انتو هذه غرفتك يا ثامر اوف والله مقفله ايوه اوكي اوكي التسريحه تجنن التسريحه ما فتح هذه غرفه ثانيه بس اسامه خلاص اطلع خلي المزيح اطلع خلينا نكمل كلام اطلع ابغى اشوف التسريحه هنا ايش عندك الله يعطيك العافية حبوبة شكرا يا حبوب شكرا يا يده أمينة يا حرامي يده أمينة انت يا حبل انت بس اقول لك شيء انا انبسطت على الشوزات اللي هنا والله هذه الشوزات حرجع يا أسامة كم مقاساتها 43 والله حلو مقاس اخوي محمد يعني مو مقاسك مقاس اخوك ايوه طب ليش ما شلنا منها نحن نبغاها انا باخذ 2 بس يا ثامر خليني ننقع نختار لا تكتمني طب انت علنت انا شفته خلاص خليني اخذ انا اخذ لي كم واحد منه انا اختار للعين طيب شوف عندك واحدة من الثنتين يا تقدم لي اعتذار وتقول لي اخر مره تسافر بدون ما تقول لي سام انا اسف ما عاد اسافر الا لما اديك خبر والله تخسي ورب الكعبه تخسي اوكي خليني اخذ الزيتي هذا الزيت. والله لو اديتني خبر انك مسافر جيزان لاجي معك والله خلاص المرة الجاية البيت بيتك وانتبه للبيت يلا يا اسامة ولا تشيل ولا شيء انا بس باخذ الزيت اذا عجبني والله هذا حلو الزيت هذا مفتوح من قدام صح؟ اي مفتوح من قدام يا اسامة خليه يا اسامة ليش تيجي على الشيء اللي انا ابغاه ذوقي فخم ذوقي فخم زي ذوقك ابو سعود والله انت خسيس وربك عبد المنعم انت مقتنع دحين انه الماسك بغير وجهك؟ والله في تغير كم لي تقريبا 15 يوم وجهه بغير الماسك لا والله نفس الماسك تغير من وجهه طيب وانا وجهه متغير معك؟ لا هذا شباب حلاق لا الرجال ما استشور بس الموضوع بيجي انا بجي ترى والله هي الموضوع كذا والله ابو داود بيجيني بجي والله شوف مهما حطيت في احنا الحين صيف ولا شتاء ليه لابس بلوفر؟ انا اقول لك ليش ليه لابس بلوفر ليه؟ والله برد كيف برد؟ يا شباب صلوا على النبي صلوا على النبي هي مثلا ملامح مهما حطيت هي ملامح حلوه ملامح مين؟ لا هو الموضوع اهتمام بالنفس انت تشوف ملامحه حلوه؟ مين؟ اي ملامح انا؟ ولا هو؟ هذا في ملامح؟ ملامح افا لا ركز عيب يا اخي هو الموضوع اهتمام بالنفس صح هذا وش والله انا مع الموضوع احنا ما نتكلم على الوسام والاشياء والحلاوه هو اعلان جار ثامر الكريم على جنب اول مره يسويه كل يومين لا الاهتمام بالنفس اعرفك 40 سنه مهجول حق ورش ما في كفر لا ايش دخل والله انه كذاب والله لا والله
الماضي بدود. خلنا نكون صريحين مع بعض. ايه صاروا بالكلمات والزيوت دي اهتمام في الشخص بس هذا هو. عفا يا العلم. اي والله والله عفا العلم. شفت ياسر توجه اليوم ايش قال؟ وش قال؟ قال عيب ومو بكفو على الرجل الاهتمام الزايد. خلاص اطرين وخلصنا فاهم. انا حطيت كريمه انا ايش سويت طيب؟ ما في شيء. شاكوش شاكوش لسه يعني لسه في قمه البشاعه، لسه انت في دائره البشاعه. من يوم ما بدا رمضان يا بدران ما عزمتني حتى عزيمه واحده. والله انا مجمع لك هي بدود للعيد. كيف للعيد؟ مناسبات كل واحد مسوي عزومه، كل مسوي غبقه. انت ما عزمتني عزيمه واحده بدود، يعني انت عارف اللي فيها يعني. عزمك؟ لا عزم احد؟ لا اداكم الرواتب؟ ابدا ولا اي شيء؟ ولا اي شيء ولا فعل خير واحد؟ ولا اي حاجه ولا فعل خير واحد في رمضان؟ بدود مو وقته والله مو وقته. عزايم مصاريف ورواتب والله مو وقته. خلوها انا جميل. متى وقته؟ صبر صبر صبر. هي تجي وقت فجأة حتنفجر. حفكها على الكل جنن وحاصرف وحوزعها وعزايم ورواتب وسفريات وسفريات. صبر صبر وحتحلق دقنك وكل خمسة سنين نفس الكلام حتنفك فيها. بس ما احنا قريب. متى طيب؟ قريب والله قريب. كلنا متعلقين يعني متعلق امال انا فيك يا بدران. قريب قريب والله. انا بس هي تفك الفتره هذه يعني. انا الفتره دي يعني محوشها محوشها. لمتى؟ قريب ان شاء الله. والله العظيم ترى اللي يبغى يكبر ويصير له شان عظيم ما ينفع يبعزق ويعيش حياه. صحيح. عشان تصير لك شان عظيم لازم إيه. تصبر. واخذ الحكمه من افواه مين؟ لا والله عيب. بدران اخوك الكبير هذا. عشان كذا عشان كذا حتصبر كمان سنتين. لا صلي على النبي تكفى. سنتين كمان ما في رواتب. يلا امشوا. انا ادور لك المخرج على طول. حبيبي بدران. كان ابو حق العيد كنت مستني مخرج. دور مشكله. ايوه دور مشكله. وقلع ادبه. ها؟ انا ما قلع ادبه بس انا اعتبرها قله ادب. جات منه. الله. الحمد لله. الحمد لله. شوف ورق الجدران كيف قطعوا. شوف. من سوى كذا؟ كوكي سوى أراسة دودي عشان بابا. أنا أوريك دحين أكلم شرطة. ألو شرطة تعالوا خذوا سهومي. ويو 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 يعني شرطة ويو ويو. شرطة شباك. تروح تشوف الشرطة من الشباك؟ شوف هنا جات الشرطة ولا لا؟ ايوه. خلي الشرطة تيجي تاخذك على السجن. ها؟ يا مشاري يا مشاري والله خجلتني في كرمك والله العظيم. في كل عيد يرسل لي زي كذا. يا رب الكعبة يا امي. تقدمات العيد هذا التمر الشوكليت والله انه ما يخليني اشتري. حتى امي يرسل لها في المعمول. اقول لك شوف يمين بالله كل سنه الله يبارك الله يكرمك. اي أيوة والله الشوكولاته حقتنا من عنده. الله يكرمك يا مشاري يا حبيبي. شكرا. صدق حتى في المناسبات حقتنا من عنده. هيا ايش رايك بس لك امي سؤال واحد بس. ايوه. هل احد طلب مشاركتك الكريمه؟ والله اني احنا خجلانين منه. صدق والله اقسم بالله اني انا خجلانه منه. الرجال يعجز اللسان عن شكره يا اخي.